أحبتي المشاهدين، يروح أسبوع ويجي أسبوع ولقائنا يتجدد مع يسوع من خلال فقرتكم من روائع الإنجيل. واليوم حنتكلم عن سؤال التلميذ بطرس لما سأل المسيح، قال يا سيد إلى أين تذهب وأين تروح؟ تعالوا سوا نسمع الآيات هذه العطرة من الكتاب المقدس. قال لهم سمعان بطرس يا سيد إلى أين تذهب؟ أجاب يسوع حيث أذهب لا تقدر أن تتبعني الآن، ولكن ستتبعني أخيرا. قال لهم بطرس يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجاب يسوع أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. هذه الآيات من إنجيل البشير يوحنا 13:36-38. إخوتي المشاهدين، يوحنا 13-17 كان بمثابة خطبة الوداع. المسيح كان عارف أنه رايح للصليب بعد شوي، وكانت هذه هي كلماته الأخيرة ووصاياه للتلاميذ. المهم نلاحظ أنه التلاميذ ما فهموا مقصد المسيح لما قال لبطرس أن المكان اللي بيروح له ما تقدر تخاويني فيه، ولكن في النهاية حتخاويني. هو بطرس كان يحسب أن المسيح رايح المكان أو بلد ثاني، وما خطر على باله أن المسيح بيروح للصليب، وقال كلمته المعروفة أني أضع نفسي عنك، يعني كأنه يقول للمسيح بالروح بالدم نفديك يا مسيح. طبعا المسيح عارف أنه بطرس بيقول كده بدافع حبه الشديد للمسيح، ولكن المسيح عارف بطرس أكثر من نفسه. وهم بعد المسيح يعرفك أنت يا عبد الوهاب ويا مصطفى ويا أيمن ويا محمد ويا خالد ويا محمود ويا فتحي ويا عبد الرحمن ويا لافي ويا متعب ويا عبد العزيز ويا تركي، ويعرفك أنت يا أمل ويا هدى وريم ومنال، ويعرفك أنت يا هند وميلة، والكل يعرفكم أكثر من أنفسكم. نرجع لموضوعنا، زي ما قال المسيح يعرف بطرس أكثر من نفسه. لهذا السبب لما قال بطرس أنه بيضحي بنفسه علشان المسيح، قال له المسيح أنت يا بطرس بتضحي بنفسك علشاني؟ صدقني قبل ما يصيح الديك حتكون أنكرتني ثلاث مرات، يعني قبل ما يطلع الفجر حتكون ثلاث مرات منكرني. وفعلا حنا نعرف أنه بطرس أنكر المسيح حسب الخوف من الاضطهاد. أنا ما أقدر ألوم بطرس لأني انحطيت في مكانه وانكرت المسيح ثلاث مرات، لكن المسيح عارف قلب بطرس اللي يحب. بعد القيامة نلاقي يسوع رجع بطرس لمكانته الأولى وطلب منه أنه يرعى شعب الرب ويتلمذهم ويهتم بأمورهم الروحية والجسدية. بعد المسيح قال لبطرس أنت ما تقدر تخاويني، ولكن في النهاية حتخاويني. أصلي للرب يسوع المسيح أنه يسمع صلاة قلبي، يسمع صلاتي. يوم قلت لزملائي في العمل برسالة مكتوبة حطيتها على مكتبي في الصحة المدرسية فرع الشمال بجدة قبل خروجي بيومين، وكتبت بهالرسالة لزملائي بقول فيها خطبة وداعية، ومن ضمن اللي قلته بالنسبة للناس اللي ما يحبوني أوعدكم أنكم ما حتشوفوني بعد اليوم، وبالنسبة للناس اللي يحبوني أوعدكم أني حكون في مكان أفضل، وكان هذا. ولكن زي ما قال المسيح لبطرس في النهاية حتخاويني، هم بعد أنا أستغل هذه الفرصة المباركة ومن خلال قناة الحياة المسيحية المباركة وأقول لزملائي وأهلي وأحبتي في السعودية صلاتي إنكم في النهاية حتخاووني وتشوفوا المسيح بعيوني وتحبونه بقلبي مثل ما حبيته أنا. مش كنبي ولكن كأعظم من نبي. الرب يبارك في الجميع بالمسيح يسوع. آمين.